أخذ الوكالات التجارية واحتكارها. نعم. يقول أخذ الوكالات التجارية واحتكارها هل هو من تلقي الركبان؟ لا، هذا من التوكيل، هذا من التوكيل. أصحاب المصانع هم اللي يوكلون هذه المحلات، ويجوز لصاحب السلعة أن يوكل من يبيع، أو الإنتاج يوكلون من يبيع إنتاج مصانعهم، في مانع. مصالح الناس تقتضي هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل، ولذلك يسمونها وكالات، يسمونها وكالات. نعم.